Ah. Deutsch schreiben lernen. Apprends à écrire l'allemand. الكثير من مقاطع الفيديو. Learn to read and write German. كتاب التمارين. Free download. Exercice gratuit. قائمة التشغيل للعرب. Playlist for all learners. هذه المقاطع هي لتعلم القراءة والكتابة ونطق الأبجدية الألمانية. إنه سهل فهو يتبع هذه الخطوات: الأحرف، تراكيب الأحرف، المقاطع، الكلمات والجمل. هناك مجموعة من المقاطع الثنائية. في المقطع الأول نجد اللفظ يظهر بوضوح مع توقفات لتتمكن من الإعادة، وفي المقطع الثاني تشرح الكتابة. هناك الكثير من الإعادة، لذلك هو بالفعل سهل، وكل كلمة وكل جملة ترجمت لكم بالعربية. يرجى إعطاء الرابط للأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا ولكنهم لم يأخذوا دورات اللغة الألمانية بعد. عندها يمكنهم البدء في التعلم الآن.